نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فعاليات قمة تريبل رالي مصر لريادة الأعمال لطلاب الجامعات المصرية تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. تتم قمة تريبل بدعم مراكز ريادة الأعمال بالجامعات المصرية على مستوى المحافظات وضمن الملتقى الرابع للشركات الناشئة الذي تستضيفه الأكاديمية. يوفر الملتقى الرابع للشركات الناشئة منصة تسويقية لتلك الشركات من خلال مشاركة 20 صندوقا استثماريا ووجهة داعمة لريادة الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من مختلف الدول. كما تعتبر قمة ريبل سامت منصة مهمة لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في المنطقة العربية. رالي ستارت اب فيستيفال يعني مهرجان كبير للشركات الناشئه وللشباب والطلاب الجامعات الاثنين في مكان واحد. معانا يمكن اكثر من 50 متحدث، 50 سبيكر من 20 دوله، من اوروبا، من امريكا، من انجلترا، من عمان والبحرين وتونس ولبنان وكوريا واليابان. يعني تواجد تقريبا من كل القارات، وكلهم بيتكلموا في محتوى ازاي افضل ممارسات في العالم لاداره مراكز رياده الاعمال والحاضنات واداره برامج رياده الاعمال خاصة في الجامعات، بحيث ان الجامعات اللي موجودة تشوف نماذج مختلفة، قصص نجاح في إدارة برامج مختلفة، ويشوفوا ازاي احنا ممكن ناخد منهم بعض النماذج الناجحة تكون ملهمة لينا ان احنا ننفذها.